فارس بالخوف الشديد على فرح لأنه هو اللي أذاها وهو اللي وصلها للحالة الصعبة دي، فبقى بيبص لها بندم شديد. واتكلم الدكتور وقال: معلش يا فارس باشا، حضرتك ممكن تخرج، المدام لازم تدخل أوضة العمليات دلوقتي. عمليات؟ عمليات ليه يا دكتور؟ هي فيها ايه؟ حصل لها نزيف داخلي ولازم نوقفه قبل ما حالتها تتدهور. نزل كلامه زي الصاعقة على فارس، وحس انه هيفقد حبيبته، فقرب منها ومسك ايديها وقال: فرح، انا اسف على كل حاجة وحشة عملتها، سامحيني يا حبيبتي، ارجوكي اوعدك اني هتغير عشانك. معلش يا فارس باشا، هي لازم تدخل العمليات. وبس ايديها وبعد عنها، ووقف فارس خارج الأوضة وهو مش عارف يعمل ايه عشان ينجي فرح، ولكن توصل مع نفسه بان الدعاء هو بس اللي هينجيها في الوقت ده، وعشان كده دور على مسجد عشان يصلي، وبرغم انه ما صلاش في حياته ولا حتى يعرف ازاي يصلي، الا انه قرر يصلي ويدعي ربنا ان ينجيها عشانه. وبالفعل دخل المسجد لانه ينوي الصلاح من داخله، وبمجرد ما دخل وحس باحساس جديد لاول مره يحسه، وشاف الناس اللي موجودين في المسجد، فمنهم اللي بيصلي ومنهم اللي بيقرا القران الكريم. فدخل وتوضى ووقف جنب شخص بيتوضى جنبه، وعمل زي ما عمل بالظبط، ووقف جنب شخص بيصلي قصاده وعمل زيه تماما، ولما سجد نزلت دموعه وفضل يدعي ربنا ان يشفي زوجته وحبيبته فرح. وبعد ما انتهى من الصلاة خرج برا ورجع يقف قصاد أوضة العمليات، ولكن في داخله حاسس براحة غريبة، وفي نفس اللحظة سمع اللي بيقوله: انت السبب في كل حاجة حصلت لها يا حيوان، انت شيطان على هيئة انسان. فخرج فارس من شروده وبس جنبه ولقى صاحبة الصوت، واللي كانت سيرين بنت عمته وجنبها زوجها سليم، وكانت عينيها مليانة بالشر. اما فارس فمش حاسس انه عايز يتخانق او حتى يشتبك معها في اي كلام، فكل تفكيره دلوقتي في زوجته بس، وفضل يسمع للسب والاهانة بصدر رحب، وحاسس انها محقة في كل كلامها. وبعد شوية خرج الدكتور فجري عليه فارس عشان يسأله عن حالتها، فقال الطبيب: المريضة عايزة دم ضروري وفصيلة دمها نادرة وحاليا مش متوفرة عندنا. انا بنت عمتها يا دكتور، ممكن تشوفوا فصيلتي؟ ونادى الطبيب على الممرضة وراحت معاهم سيرين، بس بعد فترة رجع وقال لهم بانها مش متطابقة. فاتكلم فارس بغضب وصراخ: انتوا ازاي مستشفى وما فيهاش المساعدة الكافية؟ انا يا دكتور فصيلة دمي مطابقة الفرح. واستدار فارس وفرح ومعاهم سليم عشان يشوفوا صاحب الصوت، ولقيوا شاب ظاهر عليه انه من الطبقة الفقيرة. فاتكلم الدكتور بجدية وقال: طيب اتفضل معانا بسرعة، مفيش وقت. وراح معاهم تحت استغراب فارس، فبص سليم وقال له: انت تعرفه؟ حاسس اني شفته قبل كده بس مش فاكر هو مين. وفعلا تطبقت فصيلة الدم ودخل الدكتور لأوضة العمليات، اما الشاب فقعد على كراسي الانتظار قصاد الأوضة. فراح لفارس وقال له: انت مين وتعرف مراتي منين؟ ازاي ما تعرفنيش، ده انا حتى معرفة قديمة. انت مين؟ انا اللي سرقت منه فرح زمان. قربت سيرين وقالت: انت محروس صح؟ طب ازاي عرفت ان فرح موجودة هنا؟ ايوه انا محروس، جار فرح وكنت هبقى جوزها، في حد عزيز عليا شغال هنا ويعرف فرح، هو اللي اتصل عليا وقال لي. انت تعرفيه منين؟ انت ناسي ان فرح صاحبتي وحكت لي كل حاجة عن حياتها زمان؟ وبص فارس لمحروس بشر وقال: طب شكرا على الدم، واتفضل بقى من غير ما ترد عشان ما اعملش معاك حاجه تخليك تندم انك جيت. انا عمري ما اندم على حاجه انا قدمتها الفرح،
ومش همشي من هنا غير لما اطمن عليها. يبقى انت اللي جبت لنفسك. وقرب فارس وهجم على محروس وكأنه عدو قديم لي، فكل اللي بيحب فرح بيبقى عدوه لأنها ملكه هو. ومسكوا برضو محروس وردلوا الضربة وعلي صوتهم، وفضل سليم يحاول يخلصهم من بعض. فصرخت سليم بأعلى صوت: انتوا بني أدمين، انتوا البت بتموت جوه وانتوا قاعدين تتخانقوا. ولحظتها افتكر فارس حبيبته وبعد عنه وهو مليان بالغضب. وخرج الدكتور واتكلم بأسف: انا اسف يا فارس باشا، بس المدام وقفنا لها النزيف، لكن الارتجاج اللي حصل لها في المخ خلاها دخلت في غيبوبة ونقلناها العناية المركزة. اتصدم فارس من كلام الدكتور وحس بالارض بتدور حواليه، وسأل الطبيب بخوف: طب هي ممكن تفوق امتى من الغيبوبة دي؟ ده مش في ايدنا، ممكن تفوق منها بعد اسبوع، شهر، سنة، الله اعلم يا فارس باشا. قال كده ومشى وساب فارس في حيرة من امره، واللي قاعد على الارض وهو بيفكر في افعاله في حقها لانه هو سبب اذاها نفسيا وجسديا. وبكت سيرين على بنت خالها وصاحبتها، وقربت من فارس بكره شديد ووضعت يدها على رقبته وقامت بخنقه وهي بتصرخ: انت سبب كل حاجة فرح فيها، وسجنت اخويا وحرمتني منه، انت لازم تموت. وبرغم ايديها الملفوفة على رقبته الا ان فارس ما كانش بيقاوم وسابها تعمل اللي هي عايزاه، ولكن تدخل سليم وسحبها بالقوة وهو بيقول: ايه اللي انت بتعمليه ده؟ عايزة تقتلي؟ ده شخص ما يستاهلش الموت، حتى الموت هيبقى راحة بالنسبة له، سيبيه يعيش متعذب بتأنيب الضمير. فاقتنعت سيرين ودخلت في أحضانه وهي بتبكي بشدة. أما محروس فقام من مكانه عشان يمشي لأنه قصاد نفسه عمل اللي أملاه عليه قلبه وضميره، ووعد نفسه بأنه هيرجع عشان يزورها تاني. وبنروح لليلى اللي دخلت الأوضة وهي غضبانة وقالت: هو انت هتفضل قاعد لي كده؟ رامي وهو بيلاعب منير بعدم اهتمام للي لابساه، فهي كالعاده لابسه عريان، ورد وقال: مش فاهم. نعم نعم يا اخويا، هو ايه اللي انت مش فاهمه؟ احنا من لما دخلنا الشقه وانت قاعد على السرير وحاطط الولد ده جنبك وبتلعب فيه. اتملت عين رامي بالشر وبص لها بغضب واتكلم وقال: وانتي فاكراني متجوزك ليه؟ عشان جمال عينيكي ولا عشان لبسك المسخرة ده؟ انا اتجوزتك عشان اعرف مكان ابني وعلم مراتي الادب. يلا غوري من وشي، نامي في الاوضة التانية، يلا. اترعبت ليلى من صوت صراخه وجريت على الاوضة التانية وقعدت على السرير وبقت بتكلم نفسها وتقول: مش عارفة انت مصنوع من ايه، مهما البس وانت ما بتتغيرش، اكيد الزفت مراته هي اللي مخليه مش عايز يقرب لي. اه يا نوري، انا لازم ابعدها عنه باي طريقة. اما في الشقة التانية كانت سلمى نايمة على سريرها وهي بتبكي لانها هي اللي وصلت نفسها لده وجعلته يروح لواحدة تانية، واتمنت لو انها ما سمعتش كلام والدتها وبقت ندمانة جدا على كل افعالها. وبنرجع لسليم وهو بيقول: يلا يا سيرين، انت زمانك تعبتي، يلا نروح ونجيلها بكرة. سيرين وعينيها منفوخة من شدة البكاء: انا مش هقدر اسيبها وامشي. امي يا حبيبتي، ممنوع اكتر من واحد يباتوا في المستشفى، والله هنجيلها الصبح بدري. فاقتنعت سيرين بكلام زوجها وقامت، ولكن قبل ما تمشي قربت من الازاز الشفاف وبصت على فرح واللي كانت في أسوأ حالة، فإيديها مليانة بالإبر وعلى وشها قناع للأكسجين ونبضات قلبها بتظهر على الشاشة. وبصت سيرين لفارس اللي واقف فقالت له بكره: لو حاولت تأذيها وهي في الحالة دي أنا هاخد روحك. قالت كده وسابته ومشيت. أما فارس فمهتمش لكلامها وخرج تليفونه ورن على رقم واتكلم وقال: ألو، نزلي إعلان في جميع الجرايد
إن عمر الطفل تقريبا سنة ومختفي من حوالي 6 شهور، اللي يلاقيها ياخد 10 مليون. يلا بسرعة، عايز أشوف الخبر ده منتشر في كل الجرايد الليلة. وقفل تليفونه وبص الفرح والندم بيقتله، واتكلم بحزن: إن شاء الله هتصحي تلاقيه في حضنك. ولحد هنا خلصت حلقتنا، بس قصتنا لسه ما خلصتش. وما تنسوش تدعموني بلايك على الفيديو واشتراك في القناة لو انت مش مشترك فيها، فهيفرحني اشتراكك جدا وانضمامك لعيلتنا. بحبكوا قوي، مع السلامة.